أعزائي المتداولون، أهلا بكم في موقع ديلي فوركس. نستمر في تحليلاتنا لمنتصف الأسبوع وإليكم التقرير التالي. أدت بيانات ثقة المستهلك الأمريكي القوية جدا يوم الأمس إلى ارتفاع قوي في الدولار الأمريكي مقابل أغلبية العملات الأخرى بالإضافة إلى الأسهم. تراجع زوج اليورو والدولار الأمريكي بشكل قوي، ويبدو بأنه سوف يستمر بالتراجع إلى المستوى 1.0750 على الأقل على المدى القريب. ارتفع زوج الدولار الأمريكي والين الياباني بشكل حاد، ولكن يبدو بأن الارتفاع قد يعاق بسبب المقاومة عند 111.49. قام زوج الجنيه البريطاني والدولار الأمريكي بحركة تراجع قوية وحادة، والتي قد تستمر حتى 1.2325. كنتم مع ديلي فوركس، تابعونا غدا للمزيد من التقارير حول أسواق العملات والأسهم.